السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا دلوقتي كسبت عمرة من شركة موبينير، وكنت سألت دار الإفتاء إن هي يجوز شرعا، فبرضه بسأل حضرتك حلال أم حرام؟ أيوة، يعني كسبتيها كيف طريقة الكسب؟ يعني هل دخلت مسابقة أو هي جاءتك هكذا هدية؟ جاتني هدية كده، يعني اختاروا نمرتي. اختاروا نمرتك. أيوة. لا حرج عليك بهذا التوصيف، لا حرج عليك بهذا التوصيف، والعمرة صحيحة. وأنصحك بتحويل خط موبينيل إلى خط آخر حتى لا يساعد من يعادي الله ورسوله على عدائه لله ورسوله. السلام عليكم.